خليني ابدا بك يا احمد. و بطولات النادي الاهلي اقل من بطولات نادي الزمالك. يمكن احنا عايزين نصلح بعض الاخطاء اللي اتقالت في الميديا، يعني ان بطولات النادي الاهلي او بعض الحاجات اللي بتتقال ان النادي الاهلي في اخر سنتين ما حققش بطولات او حقق بطولات اقل من نادي الزمالك، وده طبعا مش صح. يمكن لو شفنا من بدايه عام 2020 النادي الاهلي محقق 7 بطولات، لو بنحسب من بدايه عام 2020. اول حاجه النادي الاهلي حقق الدوري المصري 18 سبتمبر 2020 بالارقام بالتواريخ بكل حاجه. اتفضل. كاس مصر 5 ديسمبر 2020، سوبر مصري 29 اكتوبر 2022، نعم. اخذنا 2 دوري ابطال افريقيا، قدامنا الارقام كمان على الشاشه بالتواريخ. اوكي. تمام؟ دوري ابطال افريقيا 27 نوفمبر 2020 و17 يوليو 2021. السوبر الافريقي 28 يوليو 2021 و22 ديسمبر 2021، واثنين برونزيه كاس عالم. فانت لما تبص على عدد بطولات الاهلي 7 بطولات من غير 2 برونزيه كاس عالم، يعني لو حسبت كمان البرونزيه بطوله 9 بطولات، بس احنا مش هنحسبها، هنخليهم 7 بطولات للنادي الاهلي من بدايه عام 2020. اما نادي الزمالك 5 بطولات منذ عام 2020، الدوري المصري 24 اغسطس 2021، الدوري المصري الثاني 22 اغسطس 2022، ادي قدامنا البطولات بتاعت نادي الزمالك بالتواريخ برضو. كاس أي. مصر 21 يوليو 2022، السوبر الافريقي 14 فبراير 2020، السوبر المصري 20 فبراير 2020. وبالتالي منذ بدايه عام 2020 النادي الاهلي مش محتاج لا هو لا يزيف بطولات ولا محتاج يعمل الكلام ده. النادي الاهلي البطولات اهي بالارقام قدامنا على الشاشه. النادي الاهلي يا كابتن اسلام محقق 144 بطوله في 115 سنه، يعني البطوله الجايه ان شاء الله لينا هتبقى ال 145 عبر التاريخ للنادي الاهلي برضه بالتفصيل في كرة القدم. في يعني كرة القدم 42 دوري، 37 كاس مصر، 16 دوري منطقة القاهرة، 7 كاس السلطان، 12 السوبر المصري، 1 كاس الجمهورية العربية المتحدة، 1 كاس الاتحاد المصري، 10 دوري أبطال أفريقيا، 1 كونفدرالية، 8 سوبر أفريقي، 4 كاس الكؤوس، 1 كاس الأفرو أسيوية، 1 كاس العرب، وواحد كاس الكؤوس العربيه، واثنين السوبر العربي. لما تجمعهم تلاقي 144 بطوله. فاحنا هنا بنرد على بعض الناس اللي بتقول النادي الاهلي بيزيف او ممكن لا. النادي الاهلي يا جماعه في اخر سنتين مهم جدا ان انت تبقى عارف ان النادي الاهلي في اخر سنتين لو هتقارن بالبطولات ومش عايز تحسب برونزيه كاس العالم للانديه، النادي الاهلي محقق 7 بطولات. ليه انا مش عارف ليه ما احسبش يا كاس العالم للانديه لما اخد ثالث العالم او ثالث بطوله العالم؟ اعتقد ان هي هي انجاز مش هي بطوله. ميدالية. انجاز نحسبها بطوله، نحسبها انجاز يعني. والله انجاز ميداليه. ميداليه بس يعني 7 بطولات واثنين انجاز؟ واثنين ميداليه. فاهم يعني بجد والله يعني 7 كاس ازاي دي؟ 7 كاس واثنين ميداليه. 7 كاس واثنين ميداليه ماشي. فالنادي الاهلي مش محتاج لا هو يزيف ولا محتاج حاجه، بس في بعض الناس بتحاول ان هي تبين للناس ان النادي الاهلي في حاله انهيار. لا، النادي الاهلي مش في حاله انهيار، النادي الاهلي في اخر سنتين محقق بطولات وما شاء الله ماشي بشكل كويس، وبدايه الموسم كمان. وشو اللي شفناه النهارده ده برضو نتيجه للسوبر المصري، يعني النتائج النهارده اللي حصلت النهارده ده تاثير السوبر المصري من وجهه نظري.